طريقة طرد النمل. كنت سمعت زمان ولسه من فترة قريبة سمعاها حاجة كده للشيخ الشعراوي الله يرحمه ورحمة الله عليه. قالك أفضل طريقة لطرد النمل، هو قالها بمثال مبسط كده وأنا بصراحة جربتها وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب النمل بيبقى أنواع، في نمل حسد وفي نمل سوري في الكلمة يعني سوري في الكلمة اللي هقولها عفانة، في نمل بيبقى جاي لوحده كده تمام. فالنمل اللي عندك ايه حضرتك الادرى بيه، بس افضل طريقه افضل طريقه افضل طريقه لطرد النمل هو وجود السمسم في البيت. هو ليه محلات الحلوانيه اللي ماليه البلد دي كلها ما تخشيش محل حلواني تلاقي فيه نمل، مع ان الحلويات قدامك ليل نهار ليل نهار، محل كله حلويات، ليه ما بيبقاش فيه نمل؟ بسبب السمسم، بسبب السمسم. مش هنقول بقى نظافه ومسح والكلام ده كله. نعم. يعني اللي في الفرن اخباره ايه؟ ما عداش 8 دقايق لسه، فاضل دقيقتين. طيب السمسم، وجود السمسم هو اللي بيمنع النمل. انت عندك سمسم بيبقى داخل من مكان معين، او في مثلا في سمسم في نمل كده تلاقي ان هو بيحفر في السيراميك او الفواصل بتاعه السيراميك، حافر في البلاط نفسه وطالع ومطلع الرمل مكانه كده، رش سمسم. ما تقوليش اصل انا لما ارش سمسم هيتلم عليه النمل، لا ده هو السمسم ده اصلا اللي هيمنع النمل. اي مكان عندك داخل منه نمل رشي على الحرف بتاعه سمسم، رشي سمسم هتلاقي النمل اتمنع تماما، ما بقاش موجود اصلا. انت نفسك هتستغربي تقولي هو النمل راح فين، فرشي سمسم هيجيب معاكي نتيجه حلوه قوي.